الطقوس اللي اتعودنا عليها خلال العيد، ان احنا دايما بناخد العيديات من يا اما جدنا او جدتنا او اهالينا. احنا كبرنا وبقينا احنا لندي العيديات، هي عادة وطقس احنا متعودين عليه، مهما كان بقى في كورونا ما فيش كورونا، لكن دي حاجة احنا طول عمرنا اتعودنا عليها. عشان كده عايزين نتكلم معاكم عن تاريخ العيدية، اصلا اصلها جه منين، ويمكن كان بدايتها في مصر من زمان جدا، من ايام العصر الفاطمي، واللي بدأت من خلال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وقتها كان بيوزع فلوس وهدايا ولبس على المواطنين كعادية منه، ما كانتش مقتصرة على الفلوس بس يا فاروق. بالظبط كده. وبعد كده الموضوع يعني كمل بقى بشكل العيديات، لكن بشكل مختلف. يمكن في العصر المملوكي اتغيرت شوية بقى، يعني الطقوس بتاعت الفلوس شوية للحلويات، وكمان الملابس برضو معاها، زائد برضو ان هي الفلوس موجودة، ده شيء اساسي. يعني العيدية معانا دي في كفلوس برضو دي حاجة ثابتة برضو من ضمن الاساسيات بتاعتنا. وبرضو في العصر العثماني برضو كان من ضمن العيديات برضو كان نفس الكلام، ان هم بيدوا الاطفال فلوس كعادية. وبعد كده الموضوع ما كانش بس مقتصر على الحاكم والامراء، لا كمان كان يعني للمواطنين برضو، ان هو كان بيتنفذ برضو منهم الاهالي. يعني التاريخ بتاعها يرجع طبعا لاصله والتاريخ يعني معانا. واحنا بعد كده اخذنا الموضوع بقى كوراثي كلنا، بالظبط الموضوع استمر معانا. صح.